بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أما بعد موضوعنا آيات السلاسل والنجاة والكفاية. إن غالب الجن من خدام السحر يكون مقيدين بالسلاسل والأغلال في جسد المسحور أو المسحورة، وخصوصا بطريقة معينة وكيفية لا يعلمها إلا الله، وهذا بأمر كبرائهم من شياطين وملوك الجان ومرادتهم وعفاريتهم الذين أجبروهم على القيام بمهمة السحر وأهدافه، فيصعب خروجهم من الجسد أثناء الرقية إذا رغبوا في الخروج والهروب والتخلص من هذه السلاسل والأغلال والقيود والأقفال إلا أن يشاء الله. وأحيانا من خدام العين الحاسد والمس العاشق وقد تغلغلوا في جسد الإنسان المصاب ويجدوا صعوبة في خروجهم إلا أن ينتزعوا من هذا الجسد انتزاعا كما ينزع الصوف من الشوك. نسأل الله تعالى أن ينجينا من شرهم ويكفينا بأسهم. آيات ذكرت فيها السلاسل والأغلال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فظلت أعناقهم لها خاضعين. وتقطعت بهم الأسباب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقطعناهم في الأرض أمما. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لقد تقطع بينكم. لقد تقطع بينكم. ومزقناهم كل ممزق. آيات ذكر فيها الفتح والنجاة والكفاية. فاليوم ننجيك ببدنك. فأنجاه الله من النار. فأنجيناه والذين معه برحمة منا.
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وفتحت السماء فكانت أبوابا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أو ما ملكتم مفاتحه وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ومن شر النفاثات في العقد آيات ذكر فيها الكبت والختم والكفاية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم فكف أيديهم عنكم وإذ كففت بني إسرائيل عنك إنا كفيناك المستهزئين أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده كبتوا كما كبت الذين من قبلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فإن يشأ الله يختم على قلبك وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فظلت أعناقهم لها خاضعين وتقطعت بهم الأسباب ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فقطع دابر القوم الذين ظلموا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم في الأرض أمما فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لقد تقطع بينكم ومزقناهم كل ممزق آيات ذكر فيها الفتح والنجاة والكفاية فاليوم ننجيك ببدنك فأنجاه الله من النار فأنجيناه والذين معه برحمة منا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وفتحت السماء فكانت أبوابا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أو ما ملكتم مفاتحه وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ومن شر النفاثات في العقد آيات ذكر فيها الكبت والختم والكفاية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم فكف أيديهم عنكم وإذ كففت بني إسرائيل عنك إنا كفيناك المستهزئين أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده كبتوا كما كبت الذين من قبلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فإن يشأ الله يختم على قلبك وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اللهم إنا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب لنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وعين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين من إنس وجن وشياطين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.